هذا الحفل الخيري الكبير يعني هيكون مردوده لصالح شراء جهاز معين لعلاج الاورام، علشان مش لعلاج لتشخيص بقى، علشان نقدر نشوف السيده دي ينفع تاخد علاج هرموني بس ولا لازم تاخد كيموثيرابي ولا ممكن ناخد علاج موجه بس، وبالتالي بيساعد جامد جدا جدا في ان احنا نحافظ على السيده من ان احنا نستخدم لها علاج زياده دون حاجه، فبالتالي نستخدم الانسب وليس الاغلى وليس الاقوى.